مجزرة مروعة ارتكبها النظام بحق مسنة وولديها وأحفادها في مدينة دوما بريف دمشق. عائلة كاملة، يقول الناشطون إنها قضت بالرصاص ومن ثم ذبحا. الله أكبر. تتصدر دوما مشهد القصف والاقتحامات من جديد، عشرات الشهداء والجرحى، من بينهم الشهيد الناشط الإعلامي سامر السلطة. سقطوا خلال قصف طال المدينة من مدفعية جيش النظام المتمركزة في مدرسة الاستطلاع العسكرية. قذائف الهام والدبابات، حسبنا الله ونعم الوكيل. عملية الاقتحام ليست الأولى على المدينة، عشرات الآليات العسكرية بما فيها الدبابات اقتحمت المدينة من ثلاثة محاور. قصف عنيف على شارعي حلب وجمال عبد الناصر في الوقت الذي كثف فيه الطيران الحربي تحليقه في سماء المدينة، وهو ما تكرر في سقبة وحمورية أيضا. بساتين داريا والقدم حاصرها جيش النظام بالمدرعات تزامنا مع سقوط قذائف هاون على أحياء مسرابة وحرستا وداريا التي دخلتها تعزيزات عسكرية إلى منطقة الكورنيش الجديد. ترافق ذلك مع حملة اعتقالات عشوائية طالت أكثر من 30 شابا. وفيما يصعد نظام عملياته في الريف الدمشقي تهز انفجارات أحياء واسعة من العاصمة دمشق، كان آخرها انفجار هز مرآب القصر العدلي الذي شوهد منه دخان كثيف واحتراق لعدد كبير من السيارات، وهذا وفقا للناشطين.